وبالنسبة لأخبار المحافظات، في المنيا هيتم التشغيل التجريبي لمستشفى العدوى المركزي نهاية الشهر الجاري، وفي أسيوط تم إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية لحل القضية السكانية. كمان في القليوبية تم تشكيل لجنة متخصصة لإصلاح هبوط كوبري كفر شكر. في سوهاج تم فحص 51 ألف مواطن ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة. تفاصيل وأخبار أكثر من محافظات مصر هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة لأخبار المحافظات، أكدت محافظة المنيا أن التشغيل التجريبي لمستشفى العدوى المركزي هيكون بنهاية الشهر الجاري بعد تقدم الأعمال الإنشائية والتأكد من الاقتراب من التسليم النهائي للمشروع، حيث أن هذا الصرح بيهدف لتقديم خدمة طبية متكاملة لأهالي العدوى والقرى المجاورة ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة. أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء انطلاق عمل دفعة جديدة من أطباء الجامعات داخل مستشفى العريش العام من أجل توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، حيث أن 17 طبيب في تخصصات متنوعة استقبلهم مستشفى العريش، وبتشمل تخصصاتهم البطنة والجهاز الهضمي والجراحة العامة والأنف والأذن والتخدير وجراحة القلب والصدر والتجميل والعظام وجراحة المخ والأعصاب والأشعة وطب الأورام. كمان مركز مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية أكد تشكيل لجنة متخصصة ضمت ممثلين عن مديرية الري والموارد المائية بالمحافظة ومهندسي كفر شكر لمعاينة وجود هبوط جزئي أسفل كوبري كفر شكر بجوار ماكينات تشغيل الكوبري طريق بنها المنصورة وخلل في بعض الأجزاء الحديدية الميكانيكية بقواعد وأعمدة الكوبري، وهو ما أدى لحدوث هبوط في الجزء المتحرك من الكوبري. في أسيوط انطلقت مبادرة الألف يوم الذهبية لحل القضية السكانية من خلال تحسين الخصائص السكانية للأسر المصرية اللي هتسهم في تحقيق التنمية وتخفيض معدلات الإنجاب وصحة الأم والطفل أثناء الحمل والولادة وحتى نهاية العام الثاني للطفل، حيث إنها بتستهدف أول وأهم ألف يوم من حياة الإنسان، وإنها المسؤولة عن تكوين 85% من قدرات الطفل العقلية والنفسية والجسدية. في مطروح أكدت مديرية الصحة بالمحافظة أنه تم استخراج 4600 قرار للعلاج على نفقة الدولة لمستحقين من أهالي المحافظة بتكلفة إجمالية 8,182,000 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري في تخصصات البطنة والكبد والقلب والعظام والأوعية الدموية والنساء والتوليد والنفسية والعصبية والروماتيزم والتأهيل والعيون والمسالك والجلدية. أعلن رئيس مدينة مرسى مطروح أن لجنة الشواطئ حددت أسعار بتأجير الشماسي والكراسي هذا العام بمبلغ 150 جنيه للشمسية وأربع كراسي وترابيزة بالشواطئ العامة، مع وجود لوحات إرشادية في جميع الشواطئ مدون عليها أرقام رؤساء الشواطئ وغرفة عمليات المحافظة ومجلس المدينة، وده لتلقي البلاغات وشكاوى المصطفين مع الإعلان عن الشواطئ الآمنة التي يمكن النزول والسباحة فيها في حالة تغير حالة البحر. مديرية الصحة والسكان بسوهاج أعلنت فحص 50,756 مواطن ضمن 9 مبادرات من مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة خلال شهر يونيو من العام الجاري، واللي هتساهم في الارتقاء بحياة المواطنين بالمحافظة. في الشرقية نفذت مديرية الصحة قافلة طبية علاجية شاملة بقرية صان الإبلية ضمن مبادرة حياة كريمة، فحصت خلالها 2,670 مواطن واستمرت لمدة يومين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.